نوضح أكثر حول هذا الموضوع، تصرف يراه البعض في إطار وكالة يهودية لها علاقة بالدين وليس بالسياسة، لكن هي رسائل قد يكون الروس أرادوا إيصالها للإسرائيليين. وزارة العدل الروسية تسعى إلى إغلاق الفرع الروسي للوكالة الدولية اليهودية غير الربحية التي تساعد اليهود على الانتقال إلى إسرائيل. سلطات زعمت وقوع انتهاكات من الوكالة لقوانين الخصوصيه فيما لم تقدم مزيد من التفاصيل حول القضيه التي بدات محكمه روسيه النظر فيها اليوم واثارت القضيه مخاوف في اسرائيل من وجود ازمه مع روسيا التي توجد بها جاليه يهوديه كبيره ولها نفوذ في سوريا المجاوره رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد قال ان اغلاق فرع الوكالة سيكون خطيرا وله تداعيات على العلاقات الثنائية لكن الكرملين قال أنه لا, يم لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل كامل يبلغ عدد المؤهلين للهجرة إلى إسرائيل نحو 600 ألف روسي وقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية إن عدد الطلبات زاد منذ رفع القضية على الوكالة اليهودية التي تتخذ من القدس مقرا لها ويقول محللون إن القرار الروسي بإغلاق الوكالة اليهودية قد يكون بمثابة تحذير من الكرملين للبيد الذي اتخذ موقفا أكثر صرامة من سلفه بشأن الصراع في أوكرانيا لإرضاء أمريكا طبعا وكذلك محاولة لإبطاء هجرة الأدمغة من روسيا في حين لم تؤثر الحرب الأوكرانية على التنسيق بشأن سوريا يبدو ان موسكو تحاول لي ذراع اسرائيل من هذه الخطوه التي تعد اخطر بالنسبه لتل ابيب وتعنى الوكاله اليهوديه للهجره في روسيا التي اسست عام 1929 بتنظيم هجره للاشخاص ذوي الاصول اليهوديه الى اسرائيل وهي اكبر منظمه يهوديه غير ربحيه في العالم. وبدات المنظمه نشاطاتها في روسيا عام 1989 قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه وصل الى اسرائيل مئات الالاف من اليهود اتينا من كل انحاء الاتحاد السوفيتي السابق يبلغ عدد سكان اسرائيل 9 ملايين و 400 الف نسمه يتحضر اكثر من مليون منهم فقط من الاتحاد السوفيتي السابق